السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في جولة إرشادية حول ما يخص المواد الدراسية في كل موضوع بحثي. المشروع البحثي اللي عندنا، طبعا مواضيع البحث اللي عندنا 3 موضوعات. أول موضوع هو تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، وتاني موضوع زي ما احنا عارفين الزيادة السكانية والأمن الغذائي، وتالت موضوع زي ما احنا عارفين البيئة. فأصبح عندي 3 موضوعات بختار من بينهم علشان أعمل البحث بتاعي على واحد فيهم، ما بعملش على كل الموضوعات، لازم أختار موضوع واحد بس وأقوم بالبحث في هذا الموضوع. تمام، لو جينا نشوف بالنسبة للغة العربية، كل الأبحاث بتاعتنا في اللغة العربية طالبة مني كتابة مقال، مقال قصير باللغة العربية. طيب كيفية كتابة المقال، ايه الشروط الذي يجب مراعاتها التي يجب مراعاتها عند كتابة المقال القصير؟ هنعرض دلوقتي اهم الشروط دي وياريت ناخد بالنا منها واحنا بنكتب البحث بتاعنا. اولا عند كتابة المقال لابد من ان يتضمن الاتي، اول حاجة عنوان، يجب ان يكون العنوان بتاعي جذاب يجذب القارئ، واضح ما فيهوش اي غموض، مختصر مش طويل بقدر الامكان، يبقى يجب يكون جذاب وواضح ومختصر بقدر الامكان. رقم 2 عندي مقدمة بعد العنوان، المقدمة عبارة عن تمهيد للموضوع، يبقى المقدمة بتاعتي تكون ممهدة للايه يا جماعة، للموضوع اللي بتتحدث عنه، فلا مثلا يصح ان ادخل في الموضوع بدون تمهيد. كمان المقدمة دي بتبقى شاملة العناصر والافكار اللي انا هتكلم معاها عليها في جسم الموضوع بتاعي، بس دون تفصيل، يعني يكتفي بالإشارة إلى كل عنصر. بعد كده بيجي مضمون المقال نفسه، يبقى عنوان المقال، بعد كده مقدمة للمقال، بعد كده مضمون المقال. فيه بنتحدث عن الموضوع اللي قمنا باختياره، سواء بقى تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، سواء الزيادة السكانية، سواء البيئة، بنتحدث بقى عن الموضوع ده بالتفصيل. طيب إزاي أقسم المقال؟ هراعي بقى وأنا بتكلم في مضمون المقال عن الآتي: 1 تقسيم المقال إلى فقرات، عند بداية كل فقرة نترك مسافة كلمة، نرتب الأفكار، فلابد أن ترتب أفكارك قبل بداية كتابة إيه المقال، محدش يلخبط أفكاره، لازم نكون أفكارنا منظمة ومرتبة. بعد كده استخدام ألفاظ مناسبة للموضع مبتعدا عن اللغة العامية، طبعا أكيد أنا بكتب بحث علمي يبقى لازم هستخدم اللغة العربية الفصحى، مش هستخدم لغة عامية. تمام، مراعاة علامات الترقيم كالنقطة، علامة الاستفهام، علامة التعجب، طبعا علامات الترقيم احنا عارفين ازاي نستخدمها جدا في العربي وفي الانجليش في اللغتين. التأكد من سلامة القواعد النحوية، اكيد وانا بكتب هراعي امتى يبقى ده فاعل، امتى ده يبقى مفعول، لو ده ما فاعل هيبقى مرفوع بايه، لو ده مفعول هيبقى منصوب بايه، فلازم اراعي سلامة القواعد النحوية وعدم الوقوع في اي خطأ نحوي. بعد كده عندي محاولة استخدام تعبيرات تدعو إلى التأمل، تمام، وصور إبداعية، أكيد احنا تعلمنا في النصوص بتاعتنا مظاهر الجمال والاستعارات والتشبيهات والكنايات، فممكن استخدم منها في كتابة المقال، بس عشان هو مقال علمي لا يصح كثرة استخدام هذه الصور الإنشائية والأساليب الإنشائية، لازم ما يكونش أسلوبي إنشائي بشكل كبير. تمام، بعد كده الخاتمة، عند كتابة الخاتمة بتاعة المقال لا تضيف أفكار جديدة، خلاص أنا خلصت الموضوع بتاعي فمش هينفع أجي في الخاتمة أضيف عناصر جديدة أو أفكار جديدة، لكن ممكن في الخاتمة أكون معالج لكل الأفكار اللي أنا طرحتها في المقال، ويكون ذلك بشكل مختصر جدا في خاتمة الموضوع أو نتائج الموضوع، ممكن أكون معالجا لكل الأفكار اللي أنا طرحتها فين في الموضوع. طيب ده بالنسبة للغة العربية. طب بالنسبة للغة الإنجليزية، How to use English language in your research، كيف تستخدم اللغة الإنجليزية في بحثك؟ مطلوب منك تكتب مقال باللغة العربية وتترجم بعض العبارات منه إلى اللغة الإنجليزية، بس المهم إن الكلمات اللي هتكتبها بتكون إيه؟ First of all you are asked to write 40 to 60 English words in your research، مطلوب منك تكتب من 40 ل 60 كلمة إنجليزية في بحثك. So you should know how to use these words in a right way، لازم طبعا تعرف كيف تستخدم هذه الكلمات بشكل يا جماعة صحيح. طيب لو خدنا مثلا the second topic اللي هو الزيادة السكانية، for the second topic overpopulation and food safety، الأمن الغذائي، يبقى احنا عندنا مصطلحين overpopulation الزيادة السكانية and food safety الأمن الغذائي. لو انا هتكلم عن الموضوع ده انت مطلوب مني ايه، هو طالب مني ايه في البحث؟ You are asked to write a paragraph about
the negative effects of overpopulation in our life. يعني نكتب عن الآثار السلبية للزيادة السكانية في حياتنا. In Arabic هنكتب الأول بالعربي. Then translate some sentences of it into English. بعد كده هنترجم بعض العبارات أو الجمل منها للغة الإيه؟ الإنجليزية. تمام؟ يبقى بالنسبة لموضوع الزيادة السكانية والأمن الغذائي مطلوب من حضرتك تكتب فقرة عن الآثار السلبية للزيادة السكانية وترجمة بعض العبارات إلى اللغة الإنجليزية. بس أهم حاجة إن العبارات اللي هتترجمها أو الفقرة اللي أنت هتترجمها تكون من 40 ل 60 كلمة. إيه الحاجات اللي ممكن أستعين بيها؟ يمكنك الاستعانة بالكتاب المدرسي طبعاً Your Student Book أو ببنك المعرفة المصري Egyptian Knowledge Bank أو المذكرة الرقمية. طبعاً مستخدمة الإيه في يعني أنا عايزة أبحث بإيه؟ هتستخدم الكلمات اللي باللون الأسود اللي أنا كاتبها فوق، مثلاً Overpopulation الزيادة السكانية، Food Safety Negative Effects of Overpopulation. طبعاً كده هيديك الآثار السلبية للزيادة السكانية بالإنجليش، وهيديك Overpopulation الكلام عن الزيادة السكانية in English لو أنت كتبت في موقع البحث الورد بالإنجليش. تمام كده، إزاي نبحث عن الموضوع ده في اللغة الإنجليزية، وده المطلوب مني. بعد كده ما يخص الرياضيات في الموضوع الزيادة السكانية والأمن الغذائي، ممكن الاستعانة بوحدة الإحصاء عن طريق الرسم البياني. يعني تعمل رسومات بيانية علشان تحدد مثلا أعداد السكان، تتوقع الزيادة السكانية في السنوات المقدمة القادمة إزاي هتكون، هتوصل لإيه. فنستخدم الرسم البياني فيما يخص مادة الرياضات في الموضوع ده. كمان عندي الموضوع بتاع تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية. فمثلا ما يخص مادة العلوم، بيقوم الطالب بتوضيح: واحد، استخدام التكنولوجيا في مجال الموجات الصوتية. أكيد عنده هو عندكم في العلوم درس عن الموجات الصوتية، فمن خلال مادة العلوم ممكن نعرف ازاي او نوضح ازاي نستخدم التكنولوجيا في مجال الموجات الصوتية. كمان هنتكلم عن استخدام الموجات الصوتية في مجال تحسين البيئة العلمية. كده خلصنا مادة العلوم. بعد كده تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية بس من خلال مادة تانية، من خلال مادة الدراسات الاجتماعية. يا ترى لو انا تناولت الموضوع ده من خلال مادة الدراسات الاجتماعية، ايه المطلوب من الطالب انه يقوم بيه؟ طبعا هيقوم الطالب بتوضيح ما يلي. اول حاجة، التقدم العلمي والتكنولوجي وعلاقته بالدراسات الاجتماعية. هل في علاقة بين التقدم العلمي والتكنولوجي والدراسات الاجتماعية؟ كمان هيقوم الطالب بتوظيف التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعات الحديثة اللي هي الصوبات الزراعية أو الزراعة المحمية. وأكيد احنا عندنا دروس عن الحاجات دي في منهج الدراسات الاجتماعية. ثالث حاجة، هنتكلم كمان عن أنواع المحاصيل الزراعية وكيفية ربط التكنولوجيا الحديثة بزيادة الإنتاج الزراعي. أكيد التكنولوجيا الحديثة لها علاقة بزيادة المحاصيل الزراعية، في طرق لزيادتها باستخدام التكنولوجيا دي، ده كله هتعرض ليه في البحث بتاعي. كمان ممكن نتكلم عن دور التكنولوجيا الحديثة وتحسين البيئة العلمية واستخدام المخصبات الكيميائية وزيادة الإنتاج الزراعي. الطالب كمان هيتعرض للمشكلات التي تواجه الزراعة في الوطن العربي ودور الحكومات العربية في حل هذه المشكلات، ودي نقطة مهمة جدا. بعد كده نتكلم عن دور التكنولوجيا الحديثة في حل المشكلات التي تواجه الزراعة.